السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، ونحمده حق حمده، ونشكره حق شكره على أنه أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان، وكفى بها نعمة. وريقة باش نقرأ، يقول فيها سيدي الفاضل: لو تكرمت وقرأت هذه السطور التي تدخل في معنى الآية الكريمة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والحمد لله، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول خوي المؤمن: كثير من الإخوة المصلين يلقون السلام عند دخولهم المسجد بصوت مرتفع: السلام عليكم. اسمع العباد، مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في المسجد، واحد يدعي لله عز وجل بصوت مرتفع، جاء قالوا الله يسمع ويرى، يسمع ويرى، حتى في قلبك يسمعك، حتى في قلبك تدري الله عز وجل يسمع فيك، راه قاعد يحس بيك. درس عطاهولنا باش كي ندعيو نخفي الدعاء نتاعي، نخفي باش جاري ما يسمعنيش. يقال فمرة معناها مرات زوج من الناس يصليو مش متفاهمين بعضهم، حكاية موجودة معناها حكيناها قش المرة، عاد قالوا لي معناها ضعتوا شوية شياه، نعاج وحده الكل يدعي وهو ساجد يقول: يا ربي دلني على الشبهات نتاعي، يا ربي سمعوا الاخر قالوا يا ربي ما تدلوش عليهم، يا ربي انا توريهم يدعي به. يعني جهل، لا تظهر الدعاء نتاعك، ولا تسخرين نعرفش عنك ما عندكش انت، هي سر بينك وبين المولى عز وجل. دعيوه جهر وخفيه، شو معناها جهر وخفيه؟ جهر سمع روحي، جهر سمع روحي وخفيه في قلبي. صلى الله عليه وسلم وعليه السلام سيدنا ابراهيم عليه السلام، اللي جاه النبي عليه السلام قالوا يا ابراهيم ادعو الله، حضر سي حطوه فك المنجنيق وشرموه في النار كي الكره، بسم الله معناها خاف عليه قالوا ادعو ربي. قالوا اخر كلمه ايش قال سيدنا ابراهيم؟ قالوا علمه بحالي، علمه بحالي غني عن سؤالي، غني عن سؤالي. خير ربي مش سمع فينا تو عز وجل، مش حاسبينا، يا ربي عارفني نعرفش باش نموتوا، نعرفش عنه شو يخرج عنه، ما عندناش عالم بيك سبحانه وتعالى، عالم الاسرار، عالم الاسرار. ولهذا انت يا اخو المؤمن كي داخل الجامعه حتى في قلبك تقول يا ربي قبل منك سلم، وبالاخص كي داس في الصلاه ما سمعهاش، خاطر فما انا شكون نشغبوا على الخشوع نتاعو، احنا في الصلاه خاشعين، واحد يبدا في ملك ربي عايش. عروه ابن الزبير رضي الله عنه ضرب في ساقه كما نقولوا احنا المرض الفاسد، مش قصروا ساقه، قالوا يا عروه كيفاش تعملوا تو احنا مش قصروا ساق معناها نبنجوك ولا كيفاش؟ قال لا لا ما بنجونيش. قالوا علاش ما نرجوكش معناها راهي باش نقصوا لك ساق وتحس بها؟ احنا توا اي انسان يقول بنجني بكلي باش ما نفيق بشيء يعمل تحب انت وما. قالوا علاش ما نرجوكش معناها باش ما تحسش بالوجايع؟ قال بدني كله يسبح لله، كي يتبنجوه يولي ما عادش يسبح. شيء بيت على بعض. المؤمن يبدا مؤمن حقيقه، حقيقه مؤمن، يبدا خاشع وخايف ويبدا ديما مستحضر حب ربي وخوف ربي والتقوى في قلبه. عشق ربي المتقين، متقين مش سهل، متقين التقوى حاجه
والإسلام حاجة. عندنا كي داخل الجامعة سمع على محن الباب، مسمعش معناه هو يقرأ هنا وتسمع تقول السلام عليكم، على هذا متشوش بالحق، متشوش. أما كي يقيل في صلاته قولها في قلبك، ولا قولها سمع روحك فقط. كان يصلي وكما يجي الآخر مش الله يجي مسبوق، والناس قام مش الله يقرأوا في الركعة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة الرابعة بتاع الظهر سرا، يجي والتاني يقول الله أكبر، الناس كل تركع. ليه؟ على تغلط فينا، شو عملنا لك؟ كبر في قلبك، ما سمعناش، تعرفوك تصلي راك جيت ومسبوق انت، ما تغلطناش، هذه من ادبنا. والله واحد جبناها توا سيدي، قال لي يا سي عزيز راهو عندنا شكون في الجامعه اللي تخطب في الجمعه وما فهمش يشرب في الماء، يقول بربي من ديك الدبوز خلينا نشرب الماء. ما نقولش فين، لا الفوق لا الاطر، من عند الرسالة عند الرجال. قال الاخر التليفون نقص بالسياسه هزوا، قالوا لي الإمام يخطب، راه الإمام يخطب عليه في الجمعة وبلغ فلا جمعة له. قال جبد لي بربي جبدها، راه فما شكون يشرب ويشرب حتى في جاي معنا مشروب معاه يشرب فيه، الله أعلم قهوة ولا مشروب ولا يعلم الله، ويتكلم في التليفون ودي تخطب. ايش بدها؟ قلت نعملوا دريسات على الآداب بتاع المسجد، عملناها قبل احنا تو نعاودوا نكرروها مرة أخرى. فما أداب بتربي، لكن يضيف ضيف عند ربي. نكمل نقرأ ساعة. يقول من يدخل المسجد يسلم على ملائكة المسجد وليس على الجالسين بصوت، يسلم عليهم بصوت خافت. وهناك من يقول بعد ما يقرأ الإمام في مشهد الله يعني جهرية كم الصبح مثلا يطول شوية الصبح، يقول صدق الله العظيم، يسمع صدق الله بمسمع. صدق ربي خسر معنى أنت ما عشق صدق الله العظيم في بالنا به، قولها في قلبك، قولها في قلبك ما تسالش. أما كان مصلي بجنبك ما تشوشنيش ما سمعنيش، وإحنا ندو في خاشين مع ربي. عاد عروة ما كملتوش، قال خليه بدني معناها الكل يسبح لله. قال شعمونك؟ قال كي نمشي نصلي قصولي ساقية. قالوا كيفاش؟ قال خلنا نبدأ في سينة غير سينتي، نبدأ مش معاكم، نبدأ في المحراب وانا نصلي قصور الساقي، راني نبدأ مش معاكم توما. مع شكون؟ سيدة عائشة تقول رضي الله عنها، تقول كيف أذن المؤذن وكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في راحة من الفرحة والكلام، تجاذب أطراف الحديث بينه وبينه، نبدأ شيخين معاه صلى الله عليه وسلم. قال كي سمع الأذان كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا، يتبدل. لا يمثل الله المثل الأعلى. سيادتك يجي التليفون ما عارف كيف تعمل له، دي معناها والي وعارفك وزير كيف تعمل. اسكت. كان مرة تقول له اسكت، كان مرة تقول له اسكت، كان شكون؟ وهذا النداء يقول الله أكبر، شو معناه الله أكبر؟ معناها إجاوب. أنا حاش بكم تو الظهر حل، يجي نحب نقابلك يا عبدي صلي لي تو. تقول له مازال الظهر في الأقل حتى يقيم الصلاة. كل حد وشو عنده رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، هذا مش لا تجارة ولا بيع، هذا يلعب في الكارتة. محبة الله والرسول صلى الله عليه وسلم ليش سهلة. يقول بعد يتمم الإمام التلاوة في الصلوات الجهرية وقف التشويش، عاد يقول قف التشويش بعد الصلاة بعد نسلمه كنا في سوق ولا خرجنا نتنفسوا. لا سيدي، حتى تخرج من الجامعة تنفس، تنفسش مني في الصلاة ولا في الساحة ولا قدام الجامعة، تنفس البار بعيد. نحترموا المسجد وساحة المسجد وأمام المسجد، وبعدين نتحدثوا كما نحبوا احنا. الاحترام باهرة والأداب باهية. أنت بيدك تراني أنا مشوش، راه الناس كل سلم عليه ومشوش، مش باهي مشوش، يجي يسلم عليه يحكي لي نقول إيه باهي باهي، مشوش على غيري قاعد في نافلة. نبهوا بعضنا علاش قال وذكر فإن الذكرى، ربي يبارك فيكم جميعا إن شاء الله. وتجاهل التباعد خاصة يوم الجمعة، هوليكم أنتم تحب تتباعدوا بارك الله فيكم، ما تحبوش بارك الله فيكم.
إذا كنت بتخافش على روحك في جنبك يخاف على روحه. احترام واجب عندك. ما تقول قلت الحمد لله الحمد لله مش كل عتب بعد. فما جوا ما متبعدوش، فما جوا ما تبعدوا، فما شكون خايف فما يكون مخافش. والوقاية يرحم والديكم. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذكرون وأغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.